المؤسسات الصحية في البصرة هنا ازداد الضغط عليها مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وما يقلق الأطباء ليس الارتفاع في عدد الحالات المسجلة بشكل يومي، بل التزايد الخطير في أرقام المرضى الذين يدخلون غرف الإنعاش لإنقاذ حياتهم. ارتفاع عدد الحالات التي تدخل العناية المركزة، هذه الحالات التي ربما يتوفى المصابين، نواجه هذا التحدي الكبير. لا يشكل ارتفاع أعداد المصابين أي أهمية مقابل ارتفاع عدد الحالات التي تدخل العناية المركزة والتي يتوفى من بعدها. ومع استمرار الإصابات بالفيروس، تدرس خلية الأزمة تهيئة محاجر للعزل الصحي في الأقضية والنواحي بهدف تخفيف الضغط على المشافي في مركز المحافظة، كما خصصت قاعات معرض البصرة الدولي لاستيعاب مرضى كورونا، فضلا عن تهيئة ما بقي من فنادق المدينة الرياضية لحجر المصابين. تهيئة المكانات للحجر تهيئة كاملة، الفنادق المدينة الرياضية مهيئة بالكامل. احنا الآن من فنادق ما مستخدمين سوى فندقين، نسأل الله سبحانه وتعالى انه ما نضطر لاستخدام يعني الفنادق الأخرى، لكن عموما احنا جاري الاستعداد لتهيئة الفنادق الأخرى. وعلى الرغم من أن الوضع الصحي يزداد سوءا بسبب فيروس كورونا، أكدت الجهات الصحية أنها ما زالت بإمكانياتها المتاحة مسيطرة على انتشار الوباء، لكنها حذرت من التراخي في الإجراءات الوقائية. حاليا الوضع في البصرة مسيطر عليه الحمد لله، لكن احنا هذا ما نقدر نحكم عليه في الأيام القادمة. تطورات المرض بعض الأحيان تكون كبيرة إذا ما كان هناك التزام، وبالتالي ما نريد نفقد زمام الأمور في سطح المرض. في المقابل، ترى منظمة الصحة العالمية أن إجراء الفحص وتتبع الإصابات وعزلها وعلاج المرضى أمر يسهم في كبح تفشي العدوى. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.